الله يمسح دمعة الحزن عن وجوه السوريين وكل المتضررين في العالم ويبدلها بدموع فرح، لأنه فعلا اشتقنا لهالفرح. يمكن من الشغلات اللي بتواسينا بتطبطب علينا لما نعرف أنه أشقائنا وإخوتنا واقفين حدنا وحاسين بوجعنا وألمنا. لبنان الشقيق يلي أصلا هو عم يطلع كمان للأسف من أزمة لأزمة، إن كان سياسية أو حتى اقتصادية، عم يوقف معنا بكل ما يقدر. وشفنا قديش الدفاع المدني اللبناني أنقذ ضحايا من تحت الأنقاض. فناني لبنان أيضا إلهم كلمة، والفنانين اللي قلبهم مع سوريا دائما حاضرين بكل شيء بيقدروا عليه. صارت معنا على الهواء مباشرة عبر الهاتف الفنانة اللبنانية باميلا الكيك لحتى تقدم رسالة لكل الشعب السوري. صباح الخير باميلا. مرحبا. صباحكم خير. اهلا وسهلا فيكي. اهلا وسهلا فيكي. يعني لبنان شقيقه سوريا، طالما سوريا بخير لبنان بخير، وطالما لبنان متضرره سوريا متضرره. يعني من وقت ازمه المرفأ نحن تضررنا معكم قلبا وقالبا وتعاطفنا قلبا وقالبا، وانتم هلا يعني ما حدا من الفنانين او رجال الدفاع المدني او اي حدا عم يوفر جهد لحتى يوصل لاهلنا المتضررين. ان شاء الله يعطيكم الف عافيه. كثير مبسوطين انك معنا. تفضلي، هاد جمهورك اللي بحبك ناطر يسمع منك كلام. يعني بداية أنا حبي لهالأرض لبلاد شقام الياسمين، يعني أنا معروفة من زمان قدي محبتي لهالأرض المقدسة بالنسبة إلي. هلأ بلاد الشام بالنسبة إلي لبنان وسوريا ما كنت ولا مرة فرقهم، حتى ما كنت شوفهم إخوة، بشوفهم واحد، نفس الروح، نفس العطاء، نفس الضرر اللي نحن عم تلحقنا بهيدي الأراضي. على هيدي الأراضي هي ضرر نفسي، جسدي، جغرافي، إنساني. صارت كلمة كبيرة إذا بدنا نسمع نستعمل كلمة إنسان بالنسبة إلى اليوم. فقلبنا مع سوريين، قلبنا بسوريا، بلبنان، بكل البلدان اللي عم بتصير. بتحسوا إنه أنا بسمع كتير كلمة بتستفزني كتير، بيقولوا غضب الله. أنا بالنسبة إلي الله ما بيغضب، الله ما بيقاصص، الله ما مش حتى الله اللي بيبعث التجارب، ولكن في حكمة على هذه الأرض أنا اللي عم بعرفه. يعني الله يرحم كل الأرواح. يعني صرت أحزن استعمل كلمة ضحية لأنه كلنا عم نكون ضحايا هذه الحروب، هذه إذا مش بس عم نحكي عن الهزة، عن كل شيء. إذا بدك نحن نفسيتنا كيف صارت على المحك، بس نحن ناس منصلي، والمؤمن بصلاته بيعرف انه محمي، بيعرف انه في بكره حلو. يمكن البكره مش نحن بتوقيته ننطره، بس بعرف انه الايام البيضة جايه واراضينا بدها ترجع تشرشر علينا ياسمين نظرا وحتى شمة، يعني نشمها ونشوفها يا رب. ان شاء الله يا رب. باميلا، يعني بهيك ازمات، بهيك كوارث وفاجعات، كثير من الناس اللي بيتصيدوا بالماء العكر، خاصة بوسطكم أنتوا، وسط الفنانين والممثلين المشهورين. كتير من الناس بلشوا يسجلوا مواقف على بعضهم، فلانة حكت، فلانة حطت تويت، فلانة قالت. هو مو وقتها طبعا، ولكن كيف ممكن نحن نثبت للناس إن كنا مضطرين أو غير مضطرين إنه لا، نحن عم نشتغل ونحن متعاطفين؟ بالصمت وبأن بالأبزرفيشن. يعني اليوم أنا بالنسبة إلي هذا الزمن الصمت. نحن حكينا كتير، أدركنا كثير، بفتكر خلص الحكي قد ما حكينا. يعني مش معقول اليوم أنا وياكم نقعد نحكي مثلا ليه شو هالظلم اللي عم نشوفه أو شو عم بيصير بالكرة الأرضية. يعني خلص الحكي بالنسبة إلي. ولكن اليوم بهذا الزمن، يمكن على زمن ستة وجدة كنت سميه أكثر شوي زمن ذهبي، يمكن هلأ فضي أو برونزي أو ضايع اللون بنفسه، مش عارف أي لون هذا الزمن. بس أنا بالنسبة إلي لا، اليوم إذا الواحد بيقعد وبيشوف، ما بقى بيشارك بهالهرطقات. إذا بدك، إذا أنت عن جد مش حاسس إنه بدك صوتك يقدم شيء كمساعدة لقدام، أنا بالنسبة إلي أنا ما بعرف أبداً هون الأخبار مين عمل كيف ومين حكي ومين كتب وبما كتب. يعني عبائنا أكبر من هيك صراحة. صحيح. يمكن كمان مثل ما عم نسمع عندكم بلبنان الشقيق انه في ازمه اقتصاديه وفي انهيار للليره اللبنانيه. يمكن نحن جغرافيا مرتبطين، انسانيا مرتبطين، اقتصاديا مرتبطين، فكيف الوضع عندكم بلبنان على اثر هذا الزلزال؟ يمكن طرابلس هي المنطقه جغرافيا اللي اكثر شيء حست بالزلزال، ولكن الحمد لله ما كان في ضرر. احكي لنا اكثر عن هي التفاصيل.
هلا انا شخصيا وقت عشت الهزه وشفت قد ايه قوتها، لانه نحن مش كل يوم بتصير هزه بارضنا تقريبا. انا كنت بعدني راجعه من دبي، كنت صار لي ساعه وربع راجعه من دبي، وعساس فايت انام حسيت تانك الكلاب والبسينات بحسه قبل بساعه ما ناموا. هلا انا طبعا ما حسيت، ولكن حسيت هيك ما بدي نام. بس عشت الهزه واهلنا ضبينا على بعض، صوت الصلاة اللي سمعناه، صوت الـ 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 الأمل اللي عطينا لبعض، نحن وعم نطلع بعيون ببعض بعيون خايفة طبعاً ما عم نفهم شو صار. اللي ضلوا عايش وخاف، اللي شاف وخاف. هلأ أكيد في متضررين، في ناس صارت قصص ببيوتهم، في ناس يعني أكيد أنا ما فيي أحكي شيء غير إنه تعبنا نزعل، تعبنا نبكي، تعبنا، بس قد ما فينا منساعد. يعني نحن اليوم المسج تبعنا والمشن تبعنا رسالتنا هي انه انت قد ما فيك تساعد ما تقصر. فصدقوني مش عارفه شو بدي اقول، مش عارفه شو بدي احكي عن هالكوارث الطبيعيه والغير طبيعيه، بس بعرف واللي اكيده منه انه اللي راح يخلصنا بالاونه اللي كثير قريبه هو الايمان. لانه وقتها بتعتم الدنيا الله بيسحب ايده وبيصير كل هالاستحقاق اللي عم نعيشه. ان شاء الله يا رب الفرج بيكون قريب للبنان ولسوريا ولكل الناس يلي ما بتستاهل الا كل خير فعلا طبعا. ومؤمنين بالله وبقضائه وقدره. شكرا باميلا، بنتمنى لك التوفيق دوما لكم. وميرسي لمشاعرك يلي هي فعلا شوي بتحسسنا انه في ناس واقفه معنا. شكرا كثير. شكرا باميلا لانك انسان. شكرا كثير.